ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالبريد المركزي. نترككم تتابعون. يا شعب الجزائر، احنا ما نضحك حتى واحد، احنا معزز.
الجزائر واليوم لويزا حنوش جديدة خبيثة منافقة اليوم قاتلت سياتة لويزا حنون اليوم لويزا حنون قاتلت ملي مشيت شفت الجاي تصالح يا لويزا أتخاف لويزا حنون شاتة هذا الشعب الفاضل هذا الشعب المحترم أنا نحترمكم يا الشعب الجزائري كي رحتي شفتي الجاي تصالح رحتي توجدي أن باس ميلي صحاب ليك ما هدرتيش عن مختوفين وراهم أولادنا يا المجرمة وراهم أولادنا يا الخبيثة يا بنت النظام يا الشياتة فيما يخص من راني تاتا الشيات أنت يا نقول لك أنت كاميليا وأني مشيت لك وجيت لك من السنة ما تحشمش ماشي كنت تقول لا إله إلا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وليت اليوم مع النظام يا من راني يا مدني مزراق يا الخاين فوفوزات أونغيشي سيغ لو دو مراني يا الخاين سيغ لو دو دي جون أونيت لي فري جون دو فيت ترفات واليوم رحت إذن كما تتابعون مشاهدينا هذا النقل الحي لبعض الأشخاص الذين خرجوا في وقفة احتجاجية ضد العهدة الرابعة كما تتابعون هذه المرأة وهي أم أحد المفقودين خلال العشرية السوداء والتي وجهت انتقادات جد لاذعة لزعيمة حزب العمال لويزا حنون والتي اتهمتها بالخيانة خاصة بعد اللقاء الذي جمعها بنائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح بدعوى أنها تريد أن تتحصل على منصب وزاري.